Ya Rabbi salli wa sallim ala Nabi Taha al-Karim wal ali dhawil jahil qa'im was sahbi ma'kullil muslim ayaman amruhu madha idfa'anna su'al qada warzuqna sabra war ridha wan nura lil kauni adha rabbi bi jahil mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi humus syurafa atba'ihi ahli al-wafa ajillana an-nasr al-azim wal-zafra wal-izzat da'im idfa'anna syarra al-la'im ilahi rabbi ya qadim faya ilahal alamin wa ya arhamar rahimin ikfina kaidal kaidin bijahi sayyidil mursalin wabdin nabi nuril huda ihbis anna syarral ida fabaddidan hum badada waj'alhu mulana fida abtil ilahi quwahum hujjatahum sultanahum wa mazziqan sumulahum wa mulkahum wa jahahum wa lakiyanhumur rada wa aqlilanhum adada لَتُبْقِي مِنْهُمْ أَحَدًا إِنْ أَصَرُّوا عَلَيْنَا اعْتِدَاءً بِإِغَارَةٍ مِنْكَ عَلَى جَمِيعِهِمْ يَا ذَا الْعُلَى رَبِّ صَرِفًا عَنَّا الْبَلَى Subhana rabbiyal a'la sallimna wa ahlana al-jami' wa asbatana bi husnim mani hab husna ri'ayatika rafi' lana wa lahum bika ya badi' وَسَلِّمَنَّا مِنْ شُرُورٍ وَنَسْلَنَا مَدَى الدُّورِ وَوَفِّقَنْهُمْ لِلْبُرُورِ بِوَالِدَيْهِمْ يَا صَبُورٍ وَاجْعَلَنَّا وَإِيَّاهُمْ مُعَمَّرِينَ كُلَّهُمْ مُبَعَدِينَ مِنْهُمُمْ وَمِنْ أَحْزَنْ وَمِنْهُمُمْ وَمِنْ أَمْرَضْ وَمِنْ أَدْوَى وَمِنْ أَلَمْ وَمِنْ لَأْوَى وَمِنْ أَسْقَمْ وَمِنْ بَلْوَى يَا رَبِّي خَالِقَ الْأَشْيَاءِ وَمَرْزُوقِينَا بِالْأَرْزَاقِ فِي الطَّيِّبَاتِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مباركين على الإطباق دوما بفضلك يا خلاق
ألهم الجامع كل العلوم النافعات حسن الفهوم وانفع بها نفعا يدوم في الدارين يا عظيم يسره نيل المراد وكل الأمال مع المدد منك لهم بلا تعداد برحمتك رب العباد هب لنا من الصالحات من الأعمال والنيات ومن الأحوال الطيبات ومن الأقوال النافعات واجعل الجميع سعداء إلى العصيان بعدا وفي طاعتك صلحاء المحسنين الأزكياء يسر لهم كل الخيرات واغلق عنهم السيئات وارزقهم حسن البيئات كل المكان والجهات مولاي صل على النبي وكل الآل والصحبي دعد الرمل والحب وعد الدق في القلب وأعداد علوم الله دائما بدوام الله وعليهم سلام الله وبركة من الله يا رب صل وسلم على النبي طه الكريم والآل ذوي الجاه القائم والصحب مع كل المسلم.